ليه؟ مالها توما ما تعرفوا ايش، متاكد اللي حكيتها بسيرش طلع عاد احكي لكم. طالعين الحمامات يا خالي، بابا قبل كان يخدم مرور، تو ما عادش يخدم مرور. متى الديره كي جينا بوليس وقفنا قاعدين نجريو شد كوبرا دار. انا يعني كنت لفت القباب زرت الخالي قلت له كباب، طلع لي قال برو وينك جنرال واش تعملوا لنا؟ قلت لفت له سابقا قرري وقفت برادار يدي قال ولدي هذاك كذا هذاك زرق قال لي اسباني بك هو قال تحب سايبكم ما عملكمش خطايا اخي مش بابا بابا ما تعملناش خطايا كلامي لوجيك ولا مش لوجيك؟ يعني الخطيه شكون باش يخلصك؟ مش تعمل مش تخلص هاتي خاطر هو خالي باش يهزني انا معناتها. قال لي لا كان تحب تسايبك تشد لي كهرباء اخرى رادار عم شي شد لي كهرباء اخرى رادار بوك شدكم لا صاحبه شد بابا قاعد في ظلك يعني شكون تحت شجره ما يهموش. قال لي اي تشد كهرباء اخرى رادار. قلت له كيف يشد كهرباء اخرى الرادار؟ ايش قال لي شدك قال وهات يا زميل نحك الفرد اللي من عنده. وقال لي هاي خويا ريت هذا سيح تنزل على الفلسه تتبع الكهرباء تقول لك الكهرباء قديش تجري. كان الكهرباء تجري فوق التسعين عيط لي تنوقف. عجبتني الحق تهرب ولا لعب؟ فهمت علاش البوليسيه ديما عاملين جو يوقفوا في الكره خاطرها لعب. تخيل روحك خويا راكش عندك فرد يقول لك الكهرباء قديش تجري تعمل لك فن زح 85 فن 82 فن ولا جو عملتك كي فما واحد جري فوق التسعين كي 92 تتعدى كي فهمت خاطر قال يجري برشا فوق التسعين عملتك كي نشوف واحد جاي يجري مغادي في المية واش يا بابا فهمت علاش البوليس يخرجوا فرحانين بالرادار خاطرها لعبة اخويا فهمتوا في اللحظة ذيك فهمتوا معليش علاش يلعبوا يا بابا هوك هوك عمل لك ايه خويا ليه وانا ود حرام زاد قمرت بيومة جاي والله غزرت قلت اذا بيومة باص تجري هاي بابا عمل لك ايه حسن وقف ايش بدك الواحد ويجي تكل هنا تكل هنا وقف له ازاي عمل لك ايه والله بابا او مشي له كيس ورق السيارة قالوا علياش قالوا تجري خويا رادار عمل لك ايه ازاي نجبد في ورق الكهرباء وانا واقفة كي وعرفت نمد في الفرد للزميل بتاعه باش نقلب خاطر عارفه يحب يشدي اكثر وقت فهمتي لهنا ولا عارفه باش يعمل حكاية عمل له كي انا بزلت مد في الفرد ونتلفتك كي عمل له في مال تعرف شكون شدك هاوك ولدي شدك انا والله نطلق ديس ينعدينا النار وعصا والله الرجل تشوحير لي سفت تشوحيرة خويا متاع 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 عليه متاع الله لا تربحك ان شاء الله تبوت فهمتني حق تاع ربي غاضني عمل لك ايه مشيت له قلت له باب اي سايبو بابا كي سايبو غزر يعمل ياه سايبوه قلت له سايبوه قال واي برا قال سايبو شد ورق بتاعك تغزل لي السيد يرحب ويديك قال لي درجة السيد قاعد بيه شنعمل انا لهني راه كنا نحكيكم فيها صغير ما عرفش عمري 17 ولا بوضع والله لا نعرف قد ايه صغير مش كبير شد فرد بتاع الدار فهمت وانت كي جيت باش نطلع وخالي قاعد في الكربه خالي والله بعثنا الكل نزمرو فهمت خليني كان انا برا سايبوه جيت باش نطلع في الكربه قال لي يا جعاد ما هو لازم تشد واحد اخر بابا برا عملت كي حديت الفرد في قتل اسبانيا والله مش نحط تعيش دين امو حديته في القاعه طلعت في الكربه وقلبت انا مره شد ولاد حومتي زاد في منصف بي شد ولاد حومتي قال لهم كل واحد لازم يعمل 20 بومب شدهم معاهم بنات حاسينهم قشتلهم قدام البنات يرحب وديه يظل مروحين بالبحر ولا فوق